السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان والأخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد في إطار الفيديوهات التي أقوم بنشرها استعدادا لمباراة التعليم أو ما يصطلح عليه بمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات. إذن ومع اقتراب الإعلان عن المباراة، وكما جاء على لسان الوزير مؤخرا، فالمباراة ستكون بين شهر أكتوبر ونوفمبر، يعني لم يتبقى الكثير من الوقت. يعني من خلال هذه المباراة سيتم توظيف 15 أستاذ جديد هذه السنة، الأمر الذي يزيد من فرص الحصول على وظيفة بقطاع التعليم. وبالتالي وفي هذا الصدد، يتساءل العديد من المترشحين عن الأمور التي ينبغي مراجعتها والتركيز عليها أثناء الإعداد للامتحان. يعني ما هي الأمور التي يجب التركيز عليها في ظل كثرة الكتب والمواضيع التي يقترحها الآخرون أو تجدونها في الأنترنت؟ يعني يبقى المترشح تائه ويعيش في العشوائية ويبذل جهدا كبيرا ويتعب بدون تحقيق النتائج المتوخاة. لذلك أقترح عليكم في هذا الفيديو الأمور الأساسية، يعني الأساسية التي يجب التركيز عليها أولا، يعني يجب التركيز على هذه الأمور. إذن وكما تلاحظون، ما يجب عليك مراجعته كمترشح لمباراة للتحضير الجيد لمباراة التعليم. أولا فيما يخص مادة التخصص، يمتحن المترشحون في مجالين: التخصص وعلوم التربية. إذن أثناء مراجعتك التخصص، استعين بمقررات التلميذ الدراسية الخاصة بالسلك الذي تنوي الترشح فيه. يعني ضروري الاستعانة بكتب التلاميذ. إذا كنت غادي تدفع الابتدائي، أول حاجة غادي دير غادي تستعن بكتب السنة السادسة، مقرر السنة السادسة، كتاب ديال الرياضيات، كتاب ديال العربية، النشاط العلمي وفرنسية. وكذلك بعض الأمور في الإعدادي، بحال مثلا في الرياضيات سنة تسعة غادي تركز على مبرهنة فيثاغورس ثم خاصية طاليس. بالنسبة اللي غيدفع التخصص مثلا الثانوي، ضرورة يركز على الأمور اللي قراها في الجامعة. إذن فأغلب أسئلة التخصص لا تخرج عن الدروس المسطرة في تلك الكتب، يعني في كتب التلاميذ. إذن ثانيا علوم التربية. إذن كما تعلمون، فعلوم التربية مجال شاسع ومتشعب، يصعب الإحاطة بكل جوانبه لمن لم يتلقى تكوينا فيه، وحتى الذين تلقوا فيه تكوينا يجدون صعوبة في ذلك، ومن بينهم الأساتذة الممارسون. يعني علوم التربية راه ماشي غير مترشحين اللي تلقوا فيه صعوبة، إذن فهو علم شاسع. لذلك تجنبا للتيه والعشوائية، ركز على الأمور التالية أولا، وعند التمكن منها يمكن إضافة ما قد يبدو لك مناسبا. إذا الأمور التي يجب التركيز عليها، أولا المفاهيم الأساسية لعلوم التربية. يعني تركز على هذه الأمور وعلى هذه المفاهيم، يعني تقرأها وتحاول تفهمها. يعني كنقول أنا ما غاديش تحفظ، تفهم، يكفي أنك تفهم، لأن كل عام كيكون الامتحان كيتشابه، ولكن الصيغة ديال السؤال هي اللي كتختلف. يعني إلا فهمتي راك غتجاوب. إذا من بين هذه المفاهيم، مفهوم التربية، بيداغوجيا، ديداكتيك. يعني الى نزلتي الفيديو في القناة ديالي غتلقى الفرق بين البيداغوجيا والديداكتيك. درت في فيديو شرحت فيه الفرق بين هاد جوج ديال المفاهيم: البرنامج التعليمي والمنهاج، الكفاية، القدرة، المهارة، المشروع التربوي، الأهداف الإجرائية، التخطيط التربوي، التدبير التربوي، التنشيط التربوي، التقويم التربوي، التواصل، الوضعية التعليمية، العائق البيداغوجي، جماعة القسم، الحياة المدرسية، مجالس المؤسسة، إلى آخره. هناك مجموعة من المفاهيم، ولكن تحاول تركز على هذو اللي جمعت لك هنا. بعد التمكن من هذه المفاهيم الأساسية والتي
تعتبر أكثر تداولا، يمكن إضافة مفاهيم أخرى، يعني على حسب، يعني إلا بقات لك الوقت ديال المراجعة، ولكن هادوك تعتبر مفاهيم أساسية. هذا الأمر الثاني، نظريات التعلم، نظريات التعلم. إذا تعريف نظرية التعلم ومعرفة أنواعها، إذا ومن أهم هذه النظريات نجد النظرية السلوكية والنظرية الجيشتالتية والنظرية البنائية. يجب كاين النظرية السوسيو بنائية، ولكن إلى ركزت على ثلاثة راه يكفي، ويجب التركيز هنا على تعريف مبسط لها ورؤيتها للتربية والتعليم، ومعرفة أبرز روادها أو معرفة أبرز رواد كل نظرية ومفاهيمها المهيكلة. إذا هذا ما يجب معرفته في إطار نظريات التعلم. إذا ثالثا، الأمور التي يجب التركيز عليها، نجد أنواع البيداغوجيا، وهذا أمر مهم جدا. أنواع البيداغوجيا، ومن أهمها البيداغوجيا الفريقية، يعني تعرف تعريف ديال كل وحدة وشنو هو، يعني كيفاش نطبقوها، كيفاش كتطبق يعني أثناء السير ديال الدرس. وبيداغوجيا المشروع، بيداغوجيا الخطأ، بيداغوجيا حل المشكلات، بيداغوجيا اللعب. هاد بيداغوجيا اللعب شخصيا عندي معها قصة، لأنه كان طرحوها عليا في الامتحان الشفوي. ده من بعد غندير فيديو وغادي نعود فيه التجربة ديالي في الامتحان الشفوي، وغادي نعود فيه ما يتعلق ببيداغوجيا اللعب. ثم بيداغوجيا التعاقد. رابعا، الحياة المدرسية. خامسا، الاختيارات والتوجيهات التربوية العامة لبناء المناهج. سادسا، ديداكتيك المادة التي تنوي الترشح فيها، يعني حيث يختلف من مادة لأخرى. ديداكتيك يعني علم التدريس، يعني راه كيختلف، ليس بعلم ثابت، يختلف حسب كل مادة. سابعا، مستجدات التربية والتعليم. من بين هذه المستجدات يجب التركيز على الميثاق الوطني للتربية والتكوين، يعني من بعد غندير فيديو غندير فيه تلخيص ديال الميثاق الوطني. المخطط الاستعجالي، الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، إضافة إلى كيفية توزيع الأسلاك التعليمية والشعب والتخصصات التي تم إحدادها مؤخرا. يعني خصك تكون مساير لأهم الأمور اللي دخلت على المنظومة. مثلا من بين هذه الامور كاينه العام الفايت بداو بالقراءه المقطعيه، الامور راه كتحط في الامتحان، يتعرف شنو هي القراءه المقطعيه. كاين المنهج المنقح هذا العام، كاين واحد الامر مهم واللي اشك فيه انه غادي يتحط في الامتحان، اللي هو التبادل اللغوي، غادي يكون الذي يهم المستوى السادس ابتدائي. التبادل اللغوي كاين في ماده الرياضيات وماده النشاط العلمي، يعني فاش تكون تشرح شي درس، كما تعلمون دابا الرياضيات كتقرب العربيه، ولكن دخلوا التبادل اللغوي، يعني تشرح بعض المفاهيم في هذاك الدرس بالفرنسيه، تعطي بعض المصطلحات في الفرنسيه. هذا هو التبادل اللغوي، مره تهضر بالعربيه مره تهضر بالفرنسيه. ثامنا، انواع الذكاءات لدى المتعلم. تاسعا، اختصاصات ومهام المدرس ومسؤوليته، يعني شنو هما المهام ديال المعلم او لا المدرس. عاشرا، الخطوات الأساسية لتخطيط درس أو وضعية تعليمية تعلمية، يعني أو بطريقة غير مباشرة ديداكتيك. شنو هما الخطوات لتخطيط درس، يعني الخطوات التخطيط، هنا التخطيط تدخل فيه الجدادة، يعني التخطيط القبلي اللي غادي للدرس. شنو هما الخطوات اللي غادي تبعهم باش دير تخطيط لدرس أو وضعية تعليمية. إذن هذه هي الأمور التي ينبغي التركيز عليها أولا، ومن بعد يعني الا شطت لك الوقت يمكن تزيد عليها ما قد تراه مناسبا. فبحر علوم التربيه وبحر شاسع جدا. اذا كنتمنى نكون فدتكم ولو قليلا بهاد الامور، يعني تركزوا فقط على هاد الامور، وراه غتكون عندكم واحد الفكره عامه وشامله عن الامتحان. وفي الاخير ما تنساوش تابوناو لاشين باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. يعني غندير فيديوهات نشرح فيها بزاف ديال الامور. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.